الانوار كتمات حضرتك. الله يخليك حبيبي. انت في الاوتوبيس ولا في عربيه برضه؟ لا في الاوتوبيس يا كابتن. في الاوتوبيس. بتقعد فين في الاوتوبيس عشان احكم على شخصيتك؟ اخر كرسي. بس خلاص انا عارف، ما اصل انا مجرب. اخر كرسي ده يعني كل اللي عايز يعمل حاجه خارج السيستم بيعملها من اخر كرسي. انا عارف دي. مش قوي يعني يا كابتن. ها؟ مش قوي. لا ده انا حافظها دي يا سعد. قول لي قول لي، انت النهارده نزلت لعبت على الطرف؟ ها؟ نزلت لعبت يعني في نص الملعب ورا وائل ورا رامي وعاشور يا كابتن. ناحيه اليمين. يعني هو الكابتن قال لي خليك قدامنا، جيب وائل على طول يعني معظم الوقت. في القلب، في المنطقه دي في القلب يعني. لكن انت امتع مكان بالنسبه لك اعتقد يا سعد هو قلب الدفاع. انا بحب يعني سرد باك على طول يا كابتن، مدافع يعني. سرد باك والحمد لله انت موجود في الصوره واثنين كبار قوي اللي بيلعبوا، وبالتالي انت ما عندكش ادنى تعليق في المنطقه دي يا سعد. ما عنديش ادنى تعليق فيه بالظبط. فانه الاثنين الكبار بيلعبوا وان انت ورا منهم، لما تجهز هتلعب. لا والله انا جاهز يا كابتن، معظم الوقت انا جاهز وبتمرن وبقدم بشكل كويس، لكن هي دي وجهه نظر الكابتن حسام. لكن انا بحترمها، لكن انا في لعيبه اثنين كبار وكل حاجه ولعيبه يعني خبرات وكل حاجه، لكن انا عندي طموح ان انا العب وان انا ابقى اساسي طبعا لازم. وانا شايف يعني الحمد لله ان انا المفروض يعني الفتره الجايه الكابتن حسام برضو يديني فرصه وابقى اخد فرصتي. انا لعبت وظهرت بشكل كويس معاه في افريقيا البطوله اللي فاتت، لكن هي وجهه نظر وانا بحترمها، لكن انا في النقطه دي انا بحترم قرار المدير الفني، وانا كل اللي ليا يعني كل اللي عليا ان انا اتمرن واعمل اللي عليا والقرار بتاعه. اكيد اكيد يا سعد، انا اقصد باتنين كبار وان ما اقصدش ان انت مش جاهز، اقصد يعني لا قدر الله حد فيهم اصيب اخذ كذا كذا، انت بتخش وادي الكوره وبعدين بتحط رجليك خلاص. طبعا هي دي الكوره يا سعد طول عمرها يعني. طبعا طبعا. قول لي جددت ولا لسه يا سعد؟ لا لسه كابتن. ما حدش فاتحك لسه في التجديد؟ لا لا لا، اتكلمنا كذا مره في الموضوع، ويعني ان شاء الله في الوقت القريب هنقعد برضه تاني ونحاول ننهي الموضوع ان شاء الله باذن الله يا كابتن. الرقم اللي اتعرض عليك مرضي بالنسبه لك؟ مرضي؟ الرقم المادي اللي اتعرض عليك يعني جيد بالنسبه لك، موافق عليه؟ والله التفاصيل كلها مع كابتن سيد أوكي. يعني احنا ما اتكلمناش في التفاصيل الماديه ان هي تطلع وكده يعني، لكن احنا قعدنا قعده واتفقنا على كذا حاجه والكابتن سيد بدوره يعني بيتفق مع لجنه الكوره ويرجع لي تاني، فان شاء الله المفروض الفتره الجايه نقعد وهنوصل ان شاء الله يعني الحلول المناسبه باذن الله ان شاء الله. لا ان شاء الله. قول لي يا سعد، بركات قريب منك؟ لا بركات ماشي مع في مجموعه ماشي بعربيات، واحنا معظمنا المجموعه الصغيره هنا في الاوتوبيس. في مجموعه ماشي بالعربيات يعني. مين رفقاء الدكه الاخيره جنبك يا سعد؟ والله هم رفقاء الدكه كتير يا كابتن الفتره اللي فاتت. لا دكه الاتوبيس، دكه الاتوبيس. دكه الاتوبيس. لا تمام والله، هو يعني بتبقى انت ادم قلت بقى الخارجين عن الاطار. لا لا انا عايز اعرفهم. لا يعني هو بيبقى بره انا وعاشور، حسام عاشور وشهاب وسيد حمدي واحمد عادل اوكي وشكري وتريزيجيه، يعني معظم المجموعه بتبقى. طب خليني ابارك لحسام عاشور يا سعد.